عليكم خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير، تشاهدوا هذا الفيديو ان شاء الله في صحه جيده. كما كتشوفوا غادي نفصل معكم واحد الكسيوه روميه، كسوه طويله وعندها خياطه في الحزام، وجايه فيها داك لافخونس في الحزام. الاختلاف اللي كاين هو الحقاش حطيت معاكم واحده اخرى بحال نفس الطريقه، هنا هذه فيها واحد لي بلي في الهبطه، فالصدايف عندها مغطيين بلي بلي، وفي الكميمات حتى الكمام عندها فيهم لي بلي. هنايا كنطوي واحد 6 سنتيم ديال الصدايف للامام، توب دايره من جهتي، الجهه اللي مسدوده غتكون هي ديال الظهر، وهاد الجهه هذه اللي كنوريكم بيديه هذيك هي، وهذاك هو الطول ديال التوب. انا هنا غادي نفصلو في التنكيس باش يكفيني التوب. كما كتشوفوا تما راه عندي مطوي على 4، كنحط الكتاف، عندي في الكتاف 20، ونزيدو سنتيم ديال الخياطه. كنهبط داك 3 سنتيم ديال الكتاف، ونهبط 20 في التركيز، وندير قبالتها 20 نيشان. نخرج بالصدر عندي 25، ونزيد 2 سنتيم، ندير واحد الخط مستقيم. هنا راني دايره الطباشير ما كيبانش مع التوفي الالوان، كندير طول الحزام عندي فيه 40، كنزيد سنتيم ديال الخياطه. الدوره ديال الحزام عندي فيها 25، صافي. غادي ندير خط الدورة ديال الحزام، ندير بالمثلث خط مستقيم كما كتشوفوا، هنا كنجيب البيستولي وكنصل الخط ديال الحزام مع التركيز. نجيب كنا ندور الدوره ديال التركيز ديالي، تما في الجنب راه كنطلع واحد 2 سنتيم في الخياطه ديال الكوطي، باش ما تجينيش الكسوه طايحه من الجناب. كنطلعوا واحد 2 سنتيم، وكنصيلوها للمنتصف ديال الحزام، كنصيلوها الشال التالي، صافي على هذا الشكل. هذا كنحيد هذا الخلف، كنخلي الامام. هاد الجهه هذه اللي درنا فيها 6 سنتيم، هذه الجهه ديال الشمال، والجهه ديال اليمين عاد نقطع لها القطع ديالها ونلصقهم فيها باش تجيني ساهله. كندير الدوره ديال الرقبه، كنهبط بواحد 8 سنتيم، 8 ولا 9 على حسب، مي كيكون الكول اوفيسي مكيبغيش يجي كبير باش ما يجيناش واسع بزاف. داك 6 سنتيم راه كنخرج بخط مستقيم، ما كنديرهاش دايره باش في الخياطة كتجينا مزيانة. كنهبط واحد 14 سنتيم في التركيز، وندخل 2 سنتيم. هاد 2 سنتيم ضروري نقصوها من الأمام باش ما كتجيناش الكسوة من الأمام مخنشة من جهة التركيز ديالنا، كتجينا واقفة، صافي على هاد الشكل. وكنقص واحد 1.5 سنتيم من
من الكتاف ديال الامام. غادي نعبر التركيز ديالي، عندي 25، داك التوب اللي بقى لي غادي نجيبو، غادي نطويه على 4 كما كتشوفوا على هذا الشكل. هذاك الطرف غيبقى لي منه، غادي نخرج الكمام، والتوب الاخر غادي نطويه، داك القطعه اللي بقات لي غنطويها على 4 نيشان باش غادي نخرج الكماله ديال الكسوه. كنجيب داك 40 سنتيم اللي فصلت من الفوق، كنحيدها وكنشد الطول ديال الكسوه ديالي كامل. داك 40 سنتيم ما نحسبهاش، نحط الطول عندي 137، وكنزيد واحد 3 سنتيم ديال لوغلي من التحت. صافي على هاد الشكل. وكنجيب المثلث، كندير خط مستقيم باش غادي نشد عليه العبار ديال الحزام. عندي 25 في الحزام، وغادي نزيد واحد 16 سنتيم ولا 15 ديال داك لي فرونس اللي كيجيونا مكمشين في الكسوة، كيجيونا بحال الشكل ديال البلي. من التحت في الدورة في الإيفازي ديال الكسوة كندير 50 سنتيم باش تجينا عريضة من التحت. صافي كنجيب المسطره وكنصل داك النقطه ديال الحزام مع النقطه اللي عندي لتحت ديال الايفازي، كنصل النقطه مع النقطه. صافي هذه التتمة ديال الكسوة ديالنا. هنا غادي نجيب السنتيم وغادي نحطه في الوسط وندور به باش تجيني الكسوة دايرة من التحت. كما شفتوا كتجينا داك القنط طالع باش ما تجيناش كسوة طايحة من الجناب. وهذه هي التتمة ديال الكسوة. دابا هاد القطعة اللي بقات غادي نفصل منها الكمام كما شفتوا، كتكون على هاد الشكل هذا. غادي نطويها هكا على 4 وغادي نخرج منها الكمام ديالنا. كنحط الطول ديال الكمام، راس الكم كيكون عندي في 15، حيت هنا غتكون عندي الاسواره في الكم، كندير 15 في الكم باش كيجينا فيهم داك لي فرونس ولا داك لي بلي. كنهبط هنايا ب 12، هنا هبط صايب 12 على حساب مولات الكسوه راها قصيره شويه ما طويلاش، ما هبطتلهاش ب 13. صافي كنحط داك العبار ديال الكم اللي عندي 25 في التركيز، كتحطي داك 25 هاك، كنصل النقطة ديال راس الكم مع التركيز. كنحط الدورة ديال الدراع، كنهبط بواحد 5 بحال واحد 6 سنتيم ولا 7، ونحط الدورة الدراع. انا راه خليت واحد 3 سنتيم ديال داك لي بلي اللي غندير في راس الكم في الكتف، في الاول راه ما حطيتهمش كنت نسيتهم. داك 3 سنتيم راه ما كنحسبهاش، هذيك كتكون عندنا زايده كنديروهم بليات في الكتف.
صافي كنحط البيستولي ديالي على هاد الشكل، هذا الكم ديالنا كما شفتو داك 3 سنتيم، راه كنديروها بليات. هنا غنصاوب داك القطعة اللي غتكون عندي في الصدر اللي قلت لكم غنديرها بلي. كنقطع القطعة الاولى القياس ديال الهبطة اللي عندنا، كندير فيها 6 سنتيم في العرض حيت غنطويها على جوج وغتبقى لي فيها 3. تما راه عندي جوج قطع، وحده غتكون عندي فيها الازرار غنلصقها باش غادي ندير فيها داك الفتحات ديال الازرار، وحده غادي تكون طويله غنديرها مدوبله على القطعه الثانيه بالطول الحسن. هذيك هي اللي غتكون عندي فيها لي بلي، هذه هي القطعه الاولى اللي غتكون عندي صغيره غندير فيها هي اللي غتكون فيها داك الفتحات ديال الازرار، وهذه غتكون مدوبلة. صافي هذه هي القطعة اللي غنديرو بها لي بلي، حيدتها هذه الاسوارة ديالكم غتكون في العرض ديالها 3 سنتيم، كنزيدو سنتيم ديال الخياطة ضروري. هنا راه عندي 4 ديال القطع، كل جوج قطع كنديرهم في كم كنحلهم من الجناب. كما شفتو هنايا هما راهم 4 ديال القطع عندي، كنقيس على داك القطعة دي اللي عندي لكم كنقيس عليها وكنزيد عليها 1 3 سنتيم اخرى، كندير الدوبل ديالها على جوج ونزيد 3 سنتيم. هذه كتكون عندي فيها لي بلي في الكم، كما تشوفوا الطريقة ديال الخياطة ديالها راه سهلة ومبسطة. اللي عجبته اللي عجبو الفيديو ما ينساش يدعمنا بالاشتراك وبجيم وخلينا التعليقات ديالو. والسلام عليكم ورحمة الله.